السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا طيبين وباحسن حال. بنتكلم عن التاليزمان هادي لانه عندنا بيلد ساحر قادم قريبا. هذا التاليزمان من افضل او من اقوى، ومن يعني في مهمه كامله ورا هذه عشان تجيب التاليزمان هذه. هذه ايش فائدتها؟ هذه اسمها شارد اوف الكسندر. فائده انها بتزود لك الاتاك باور او قوه الهجوم للسكيلز او المهارات. فلكل سلاح زي ما تشوفون هنا عندنا في يعني في له مهارة، فراح تزيد قوة المهارة هذه. طيب نحن عندنا سلاح المون فيل، هذا سلاح ماجيك للسحرة مرة كويس. فمنشوف الدمج بدون التاليزمان والدمج مع التاليزمان. فالآن ضفنا التاليزمان هذه، طبعا يزيد مش يزيد من مهارة السلاح، مو دمج السلاح، دمج السلاح نفسه في كلا الحالتين بدون أو مع التاليزمان. خلونا نتكلم يا شباب عن مهمة الجار هذا. هذا مهمته طويلة جدا، فأول أول بتبدأ مهمته من هذا المكان في الآن الآن، تمام؟ ففي لاعبين ما راح يحصلوا هذا الجار في أكثر من مكان بسبب لأنه قدمت أنت في القصة، فكل ما تقدمت كل ما الجار هذا اتحرك. فخلونا نبدأ أول شيء من أول منطقة بتحصل الجار هذا، بتحصله بالمنطقة هذه، تمام؟ فلازم تطلعه من هذه الحفرة، يعني تعطيه خبط 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 لما يطلع من هذه الحفرة وبس، لا تذبحه نهائيا. هذا الجار لازم ما يموت. المكان الثاني اللي بيكون متواجد فيه بهذا الجار اللي هو هنا في هذا الكهف، الكهف بيكون موجود هنا. اذا دخلت الكهف بيكون في بتشوف هذا البوابة وبيكون الجار موجود هنا على اليمين. المكان الثالث اللي بتحصل فيه بو الجار هو اسمه اصلا الكسندر وانا اسميه جار. فالكسندر بتحصله في هذه المنطقة قبل ما تحارب رادان. المكان الرابع اللي بتحصل فيه بو الكسندر بتحصله في منطقة رادان بعد ما تذبح رادان نفسه. ولازم نكلم هذا الجار. بعدها نرسبن على منطقة السيوفرا ريفر، هذه المنطقة موجودة هنا تحت الأرض. وبعدين بعد لما سوينا كرافتنج للأغراض نروح المنطقة هذه نرسبن عليها وننزل لتحت. فبعدين منحصل هذا خوينا هنا على الأرض، فاللي علينا ايش نسوي؟ نجيب الاغراض اللي سوينا لها كرافتنج. الغرض الاول لازم يكون موجود هنا، تمام. بعدين نجيب الغرض الثاني اللي هو هذا، لازم نستعملهم.
فبعدين لازم تعطيه خبط كذا ويطلع من المكان. بعدين لازم تتكلم معاه بيعطيك هذه. فهنا وصلنا للمكان هذا، لازم نرسبن منطقة البركان. تقدر ترسبن هنا او ترسبن في واحدة هنا، بس انا مش فاتحها، فانا رسبنت هنا تمام، ونمشي سيدة. فعشان تفتح هذه المنطقة او الجريس منطقة الرسباون، تفتحها من تحت. تقدر ترسبن هنا على طول، تمشي كذا وبعدين تروح يسار وكذا. فها لازم نوصل المكان هذا، ولازم نكلم خوينا اللي قدام الجار. فبعد منطقة البركان لازم نرسبن على هذا البركان تمام، ونتكلم مع البنت اللي بتكون موجودة هنا عند هذه المنطقة. وعشان تروح المنطقة هذه بسيط جدا، ما عليك تتباه غير الفاير جاينت. فلما تستكشف منطقة الجليد هذه بترسبن هنا، تقدر بتحارب الفاير جاينت هنا الزعيم، وبعدين بتمشي على طول وبتطلع لفوق. كل ما عليك انك تضغط على السايت اوف جريس هذا، بيكون في خيار هنا تتكلم مع البنت وتكمل معها الكلام كامل. وجينا لاخر منطقة الان عشان يعطينا احنا التاليزمان. فزي ما نشوف المنطقة هذه على اللي مرسبين عليها تمام، في على يمين الخريطة. فعشان تروح المنطقة هذه بسيط جدا، كل ما عليك انه انت بترسبين هنا تحت تمام، بتمشي كذا لمنطقة الريسبون الثانية، بتنزل لهنا، بعدين بتسوي باركور شوية من هنا كذا، بعدين كذا، وبعدين بتوصل المكان هذا اللي أنا فيه الآن. تخبطه خبطة أخيرة وبيعطيك الشارد أوف ألكسندر.